والحاحة حاحة والحاحة نعم والحاحة أنا باشا هم لأمي حاحة 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 طلعت اسمعوا يا جماعه التدخين بالنسبه للتدخين اي حد هشوفه بيدخن بيشرب بايب بيعمل اي حاجه ورحمه امي ورحمه امي الغاليه في نومتها هنزله نص الفرش ده هديه مني لك زدكار تكتشف مش تظبط ما انا لقيت حته السوشيس عجبتني رحت ضاربها في لقمه حته ايه السوشيس بعد اذنك يا ريت خخاو بس تزود لي فيها التقلية مع شوية زباعة على حتتين طحال مع اصبعين عصبان طب ما اجيب لك بقرة تاخد منها اللي انت عايزه عايزين تجننوني حرام عليكم ايه ده ايوه ايه ده جواز ما انا عارف انه سيف دي جواز ماله صغير كده اصل جواز عرف شوف انا هقدمه ازاي يعني اذا ربنا اراد شوف هقدمه لمائي بالشفط يا باشا سرقوا منين لا مش سرقوا اسرقوا السيد انا مخترقوا يا باشا طباتو اندروير يعني يطلع ايه الاندروير ورداء جناب العمدة دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد انت بتبص في الساعه ليه مستعجل ليه وراك الوزاره يلا قلبوه شوفوا اللي في جيبه هاتوا الساعه دي فرنسا انا مصدقت ان جيتي لغايه هنا فرنسا انا ضارب باكيتتين بانجو عشان اقدر اتوازن مرتضى
ازاي؟ الف مبروك. بص انا عايز اقولك جملة واحدة بس، ورحمة امي وامك لحبسلك جوزي. عجبك البرفيوم بتاعي؟ ريحة الخروف اللي بيتشوي مجننة اهو.